يتعلق بالاستعدادات، فيما يتعلق النادي الهلال كان طالب 2500 تذكره عن طريق الاتحاد الافريقي، هل هذا الامر وصل للنادي الاهلي؟ هل في ترتيبات لمنح جماهير الهلال 2500 تذكره؟ بالفعل بالفعل احنا النهارده خاطبنا الاتحاد المصري لكره القدم بمخاطبه السلطات الامنيه المصريه، اللي اذا حضرتك سمحت لي انا حابب اخصص لهم الشكر واطوال تقدير لوزاره الداخليه المصريه تحديدا وكل المؤسسات الوطنيه اللي ساهمت في ان هم يسمحوا لنا ب 50,000 متفرج داخل استاد القاهره، ويعني من فتره كبيره ما شفناش الاعداد الكبيره دي داخل الاستادات المصريه، وده ان شاء الله ان شاء الله يبقى يخرج الماتش بالطريقه اللي تليق بالجماهير المصريه وبجماهير النادي الاهلي، خاصه احنا وفرنا للجانب السوداني وفقا للاجتماع الامني مع السلطات الامنيه المصريه المدرج اللي في الدرجه الاولى يمين، وده ايضا ساعته 2500 مقعد، وده هيبقى مخصص للاخوه اشقاء من جماهير الهلال السوداني. هل ده هينتقص من ال50,000 الاهلي ولا دول اضافه؟ لا، هو حصه المباراه 50,000، لكن الجماهير وفقا للائحه الاتحاد الافريقي بيتم تخصيص 5% من مقاعد اللي تم طرحها داخل السوق الرياضي 5%، وبالتالي هم هيبقوا نسبتهم ان شاء الله ال 2500 تذكره وفقا للائحه الاتحاد الافريقي. طيب ماذا عن ترتيبات الحضور الجماهيري الكبير الذي لم يحدث منذ عام 2012 او 2012 لاول مره هنجد 50,000 بيتفرجوا بيتابعوا بيشاهدوا وحاضرين لمباراه الاهلي يوم السبت القادم باذن الله؟ ومره ثانيه على الهواء بشكر السيد محمود توفيق وزير الداخليه، وحضرتك موجود معايا دكتور سعد، وحضرتك كنت لسه بتتكلم على الامن وعلى موافقه وزير الداخليه شخصيا ال 50,000. يعني في الحقيقه انا بضم صوتي لصوت حضرتك، موافق يعني بنشكر بنكرر الشكر الجزيل، وهنا تخصيص الشكر واجب لوزاره الداخليه على انها في الحقيقه يعني استجابت بشكل اكثر من رائع لطلب النادي الاهلي بان جماهيره تكون جوه استاد القاهره، ويمكن انت حضرتك كنت متبني حمله ان حضرتك عايز 70,000 متفرج جوه جدران استاد القاهره نتيجه للي احنا كنا بنشوفه في المباريات المواسم الماضيه في القاره الافريقيه، سواء كان في المغرب سواء كان في تونس سواء في كل الدول احنا الافريقيه. عايزين الجمهور اللي احنا عايزين الجمهور يرجع خلاص. احنا ان شاء الله، وده بالمناسبه هيكون يعني وجمهور النادي الاهلي والجمهور اللي هيحضر هذه المباراه لازم يبقوا عارفين ايضا ان المباراه وحضور هذه الاعداد الكبيره لاول مره ب 50,000 هتكون مساله ايضا تقييم لما بعد هذه المباراه. لو الدنيا ما شاء الله وان شاء الله ان شاء الله تمر بخير بعد كده الجمهور هيرجع. احنا كلنا ثقه يا احمد بيه ان شاء الله ان جمهور النادي الاهلي هيقدم لوحه فنيه ان شاء الله تبقى تجربه رائده وفريده تشجع السلطات المصريه والمؤسسات الوطنيه المصريه على استعاده رونق الملاعب المصريه بالجماهير من كل الانديه داخل المباريات كره القدم، لان صناعه كره القدم ليس لها حياه بدون الجماهير. وبالتالي يمكن احنا السؤال الكريم اللي حضرتك تفضلت بيه، احنا بمجرد انتهت مباراة القطن الكاميروني كان في توجيه على طول من الكابتن محمود الخطيب بالتحرك ان احنا نطالب بالساعة الكلية للاستاد، وبالتالي لجنة المباراة